شكون هو بدر الدين الوارد؟ آه والله ما كان عارفه. تسمية جديدة كان سمعوا بها ولكن ماشي ديالي. والله ما عرفت كيفاش صنعوها الناس. كاينه في لاباج ويكيبيديا ديال ولكن فريمون بادر وهاري هادشي اللي كاين. سولت با ولكن انت با ما كيعرفش بادر ديالنا شنو هو هاري. هذا شي ذكرى اللي بقات لاصقه لك في راسك ملي كنتي صغير في المغرب؟ الذكرى اللي كانت لها راسا اللي كانت لي فراسي اللي كنت صغير في المغرب ومني كنت نجي كنمشي نطلع على جداتي مسكينة الله يرحمها، راس الدرب، حمام، دير خبز الفران، ويلعب في العربية، صيد الفراخ، بزاف د الحوايج. مثلا بغيت شي حاجة ولا بغيت زعما في المغرب كيطلع ليا بزاف ديال لي زيدي ديالي زعما كميموريز لي ديما يبقاو. انت بديتي كتانتيريسا للكيك بوكس؟ ملي كانت عندي ديك 7 سنين، ملي كانت ديك 7 سنين دخلني الوالد باش نتعلم ندافع على راسي. ولكن فريمون ملي بدات كتعجبني زعما كنت ديك 11 عام، ديك 11 عام ملي لعبت اول ماتش ديالي ديك ما كتبتش شهر 5 1996، لعبت ربحت وعجبني داك الناس اللي يقول فرح دوك الناس، واخا كانوا كيتفرجوا غير شي 7 الناس ولا 10 الناس، غير دوك 10 الناس اللي زعما قالوا لي واه انت راك مزيان هي اللي خلاتني نتشجع نزيد لقدام. سو واز لايك اديكتد تو ذا اتنشن ذات الناس عطاونا، كل الناس اللي كيعطوني. سو ات واز وات كان شي بارتي اللي خلاك تبغي تكون محترف في هذه اه الرياضه. بصح وي it makes me made me more people curious. لما خلاتني نبغي نزيد قدام في هذا في هذه الرياضة. من غير كيك بوكسين شنو الرياضات الاخرى اللي كيعجبوك؟ التنس انا كيعجبني نلعب التنس، واخا ماشي شي معلم ولكن شوية الكرة. ولكن مورا نقولوا مدرسه كتعجبني التنس، كنلعب التنس بزاف وحتى الكره ولكن ماشي شي كويري زعما كتعتف كنكتب ولكن رجلينا ليميتي فهمتيني مدافع. دخلت عندنا شي حاجه فاني ولا محرجه طرات لك في الكارير ديالك؟ شي حاجه فاني واحد مره كنت انا في واحد السيد وديك الساعه كان مازال اماتور، انا مش لازم صغار يعني يمكن شي 14 ولا 15 عام، وديك الساعه كنا كنلعبو غير في لي سال سكيب زعما هذاك الشيء لي سال صغار. وديك الساعه انت والادفيرسير ديالك كتقسموا البي سي ار، حيت البي سي ار قلال جوج ثلاثه البي سي ار كل شيء مع واحد صافي. هذاك اللي لعبنا كيبان لي حدايا، انا كنلبس هو كيلبس هو خالعني وانا كنخلعو، وحنا غاديين انا بديت كنضرب واحد الحيط كان سخون زعما كنت هو كيضرب واحد الحيط. منين جينا نلعبو لعبنا في حركه ضربتو نشرتو، منين نشرتو ولكن منين نشرتو منين فاق ما عرفتش راسو زعما شنو طرا. ابري منين كنا في البي سي ار دابا انا كاز حدا هو كاز هنا منين زعما فريمون ناض هو يقول دوك لونترينور جا زعما قال لي حنا خصناش الماتش جانا غادي يبدا. قلت ويلي واش هادشي اللي كيطرا لك زعما غيبتي؟ والله ما عمري ما نسقيت كنضحك لاطري يجي يضحك قال لي انت راه دوشتي وساليتي وعرفت شحال. وهذه كانت هذه ضحكاتني بزاف وبقات لي زعما فريمون فوقتاش نبداو، هذه فوقتاش نبداو الناس بداو وسالاو. شنو كيخص باش تولي بروفيسيونيل؟ انا اتليت بروفيسيونيل. باش تكون اتليت بروفيسيونيل راه شحال واحد بروفيسيونيل ولكن ما كتسماش you are a very good athlete. I think اللي مهم هو الثقة في راسك، فهمتيني فريمون الثقة في راسك والثقة في داكشي اللي كدير. consistency لما ك to be consistent in بالعربية consistent consistent هي consistent ايه صاحبي ايه صاحبي الله يحفظك شكرا.
وشنو مثلا الروتين ديالك كل نهار باش تبقى بصحة مزيانة ان شاء الله؟ قال لي مهم الواحد يتهلا في الذات ديالو، هذا هو المهم، ينعس في الوقت، يحاول يكون ديسيبلين في الماكله ديالو، في الراحه ديالو، يكون مرتاح في الجسم ديالو، وكما قلت لك واحد ينعس في الوقت، يكون في الوقت، هادو هما لي باز لي ضروري خصك ديرهم كم انسان، ماشي غير باش تكون اتليت مزيان، ولكن انت باش تكون انسان يكون هيلثي وتكون الصحه ديالك تهلا فيها. راه عندك صحه واحده الاكسبيرونس تاع ديجا تقدر تريني بها غير بوحدك، شنو عطاتك اللي كنت عايز؟ وانا اللي علمتني بزاف هي لا ديسيبلين، فهمتيني، لا ديسيبلين، و لا بديتي شي حاجه تكملها، و دونك الرياضه ماشي حتى لا كيك بوكسينغ غير، ولكن الرياضه كلها بحال بحال، دونك الرياضه اللي مالكيا الرياضه كلها بحال بحال، كما قلت لك واحد ملي كيكون صغير شي من الصغر كيبدا الرياضه، شنو كتعلمك؟ كتعلمك تجي في الوقت، حسك بدا مع السواق، تحس بعض من حوايجك، كتعلمك تلعب مع الدراري اخرين، زعما ما تكونش غير وحده اللي تعلم تجمع مع الدراري، كتعلمك تصنط، عندك لي لونترينور ديالك، لي ميتر ديالك، اللي زعما بزاف الحوايج اللي كتعلمك، اللي واخا من بعد ما كتبقاش كاع كدير شي رياضه، كيبقاو دوك هي لي فالور، كيبقاو معاونينك تو لافي. شنو النصيحة اللي تقدر تقول لواحد يلا اللي هي نبدا كيدري؟ يلا يبدا يتريني، اول حاجه هي قلب على شي حاجه اللي كتعجبو بزاف، حيت هذا هو المهم، لا بغيتي شي حاجه تبقى شاد فيها خاصها تكون كتعجبك، وحاجه اللي خص يكون كيدير هي كيما قلنا خاصها تكون الثقه في النفس، هذه هي المهمه بزاف، هذاك الشيء انت كديرو كتثق به و فريمون باغي توصل، حيت حاجه ما ساهله، فهمتيني، غادي تطيح غادي تنوض، ولكن فريمون باغي توصل خصك تبقى غادي لقدام. كل شيء عربي فاش صار غتحل حمار حمار كل شيء بغينا نعرفوا علاش بالضبط المغرب هذا ماشي اسمي وفينا ندير المغرب بلادي صح بلادي و اللي شجعني باش نكونوا فريمون اللي شجعني هي ملي كنت صغير مازال كله ماشي صغير 12 او صغير مازال 12 13 13 كنت انا كنتريني في هولندا ولكن اللي كنت كنسمع بزاف هنا هي كل واحد اللي كتهضر معاه كيقول ولكن حنا ما عندناش الامكانيات، حنا لا صالات ديالنا ماشي النيفو باش نوصل لذاك النيفو اللي انت وصلتي ليه، هادشي كان كيضرني فهمتي، هادشي كان كيقصحني فريمون ملي كنسمع هادشي كل مره، تويلي واش حنا المغرب وفرح ما يمكنش، وهاد الفكره ديما بقات لي في العقل ديالي، قلت زعما النهار اللي نكبر وغادي زعما زعما فهمنا شويه العالم كي كيدور يمكن خصني نمشي للمغرب وندير داك الحلم اللي كان عندي ونحل لاصال وفريمون نعطي للناس فين يتحركوا والامكانيات ونشجعوهم زعما هذه هي اللي فريمون من داك الشيء من الصغر وي ار ناشوناليست زعما حنا والدينا كبرونا في حال هكا ملي تكبر دير عيش ترجع دير شي حاجه لبلادك ما تنساش هذا الشيء حسن ثاني الله يرحمه كان قال لوالدينا ملي مشاو لبرا في الستينات عندك تنساوها فهمتيني بقاو مغاربه بقاو تهضروا اللغه ديالكم وهادشي كامل حنا الحمد لله من جدودنا من والدينا وحنا غاديين المغرب بلادنا وخصنا هي بلاصتنا هادي واخا ما كايناش في الاسئله ديال الانترفيو انا غنصور لك دابا مرحبا نقولها لك سير بزاف ديال المغاربه ما كيصحابوكش ما كيعرفوكش كدوي بالدارجه بحالك الدارجه الطليانيه الفرنساويه نو الدارجة وبزز نو ولكن الحمد لله كما قلت لك حنا والدينا قراونا هذا الشيء كما قلت لك علمونا حيت اللغة شي حاجة مهمة اللغة هي اللي كتقول لك انت شكون وانت منين والحمد لله حنا فريمون فهمتيني حنا المغاربة كما المغاربة في العالم كامل في الدم وحنا فرحانين ولغتنا لغتنا كيفاش باش غادا تعاون الناس باش يوصلوا للأهداف ديالهم اوبجيكتيفز اي ثينك اللي مهم بزاف هي غادي نعطيهم البلايص فين يتحركوا ماشي غير واي دابا غادي نحلوا في كازا ولكن حنا ان شاء الله كازا الرباط قنيطره وجده طنجه مراكش ما غادي نخليو حتى بلاصه ان شاء الله هي زعما غادي نعطيو الناس فين يتحركوا الناس فين يلقاو راحتهم دارهم فهمتيني يلقاو فين يخرجوا داكشي اللي خصو
وهيلقاو الناس اللي كيعاونوهم واللي كيشجعوهم واللي كيموتيفيوهم. فهمتي حنا ماشي غير لاصال، فهمتي حنا الدار الكبيره، فهمتي اللي بغى يجي مرحبا، وحنا كما قلت لك حنا كنشجعوا الناس باش يكونوا احسن واحسن. دابا هذا السؤال ديالك انت، الا عطيناك تعزل سبورتيف ولا شي سيليبريتي في العالم يجي تريني عندك، انا من بغيت نعرض على كل شيء، كل شيء مرحبا. الدار الكبيره، الدار اللي بغى يجي مرحبا. حنا ديال كل واحد، وما كراتش كل واحد يجي يشوف ويجي يتحرك ويجي يشجع حتى الناس اللي فريمون غير باغيين يتحركوا. فهمتيني حنا عندنا مسؤوليه باش نعاونوا الناس فريمون يزيدوا لقدام ويديوا في صحتهم. فهمتيني حيت الصحه مهمه بزاف، وهذا هو الهدف ديالنا، هي الناس نفرحوهم ونعلمهم الجسم ديالهم شنو كيسوى. شي كلمة أخيرة للفان ديالك ولكاع للمتتبعين ديال البنش. وي مرحبا بكم، هادشي اللي نقول لكم، والله مرحبا بكم بداركم، ومتفرح النهار اللي غادي نشوفكم، وكما قلت لك ألف وألف وألف مرحبا. يس.